بكم الأعزاء المشاهدين في حلقة جديدة من الزلزال. حلقة سعيد جدا تكون ضيفة علي واحدة من الأقلام المصادمة، شاعرة، كاتبة، نجمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. على المستوى الشخصي بتربطني بها الصداقة، يعني لطيفة، ذول حبوبة، بتفقدك في الغياب، بتلقاها في ظهرك سند ناصحة، بتجيب علي 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 تفاصيلنا بشكل كامل. نحن كإعلاميين ما حصل وقفنا واحتجنا لها ما لقيناها، أخوت أخوان. وأنا سعيد إنه دي المرة الثالثة إنه أنا أكون معها، ومبسوط أكتر أكتر لأنه لما نقول داليا الياس هذا البرنامج يأتيكم برعاية بازبار للسفر والسياحة. ضيفة بشوف التفاعل بكون قدر شنو، والحب اللي بتحتوي الكومنتات، برغم ده برضو في أصوات نشاز، في حاجات كثيرة بتتقال، في مواضيع وإلى آخره، هي برضو لا تنقصها رحابة الصدر لتجيب عن كل شيء بكل الصراحة وبمنتهى الوضوح. أنا سعيد جدا يا داليا أني يعني تكوني معي في الموسم بتاع الزلزال ده، وانت عارفة معزتك عندي قدر شنو ومحبتك عندي قدر شنو، فأسمح لي يعني أقول لك ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لينا يا أخي. الله يعافيك يا أحمد. تسلم يا رب العالمين يا أخي، تسلم يا رب. تحية لك ولكل متابعينك بكل أشكالك المختلفة، وأنا سعيدة أنه أنت رجحت، واختيارك للأسماء دائما يعني ينبئ عن محتوى البرنامج. وأنا يعني لا تنقصني الشجاعة في أنه أقول الصندوق كان واحد من النقاط المهمة اللي عملت لي قلبة كبيرة جدا في حياتي، وأفخر بأني أنا أكون معاك لأنه أنا قاعد ألتقي بذاتي قبل ما ألتقيك أو ألتقي مشاهدينك. وإن كان المقدمة الطويلة القدة دي وإنه شهادتك فيني مجروحة، ما حتخليني أرقد لك في عمان. ما حد امني لي بعد المقدمه دي؟ لا 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 يا اخي، معقوله بعد المقدمه دي؟ قول لا لا, لا, لا والله بجد انا سعيد بك جدا، والرمضان كريم عليك، تصوم وتفطر على خير رب العالمين، وربنا يحفظك والاسره الكريمه. تحياتنا لهم برضو. خلينا نتكلم عن الزلزال. الزلزال هو زي ما شايفه ده اللي بقت لنا منه اربع طوبات او اربع صناديق ملونه، 4.8 7.3 6.9 10 درجات تصاعديه لحد ما نصل لأعلى درجة بتاع الزلزال حمو الربع. ده ريختر يعني؟ لا ده المقياس بتاع ريختر. لكن طبعا إذا جينا نتكلم ونغوص في الحاجات دي ما هنقدر أصلا نبدأ ونتكلم عن أي حاجة ما لم نصطحب معانا الحدث الأعظم والأكثر إيلاما، الحرب الدائرة في السودان. ما هنقدر ننفصل عنها. فقبل برضو ما نتكلم عن الحرب ده اقرار طبعا، دي الحاجات اللي جبت، دي الحاجات اللي انا عارف داليا، دي الحاجات اللي بتخلي داليا ذاتها تتوتر. ابدا والله ما في اي توتر. اول حاجه دي فكره، لا فكره جميله واحترافيه. الحاجه الثانيه يعني انا كل ثقه يعني وانا معاك ومع تكوين صراحه اليوم، التحيه والتقدير وبكل فخر يعني سعدني انه انا اقدم هذا التنازل او عدم الممانعه. بس التوقيع بس بعد ما اعمل التوقيع بس وكلام خلاص. بس شكرا. طيب خلينا طوالي نتكلم عن الحرب. انا عايز اعرف يا داليا الحرب دي لما قامت انت كنت وين؟ في السودان، برا السودان. التفاصيل انا دار قصه اللي حصل لداليا الياس بعد الرصاصه الاولى. طيب قبل الحرب ب 24 ساعة طبعا يعني الناس كان زي بدأت تسمع قصة الوغوشة بتاعت انه الميليشيا بدأت تتجه مثلا لمروي وكذا، والأصوات بدأت تتصاعد وكذا. لكن رغم انه من المفترض انه احنا من يعني مكونات الرأي العام يعني في السودان، بس انا شخصيا كداليا ما خطر في بالي انه ممكن
يحصل الحصل ده. فأذكر إنه يوم الجمعة بالليل لحد الساعة 2 صباحا والناس كان بتتهيأ للعيد. كنا في واحد من البازارات المشاركين فيها عدد من الصديقات. أنا والأولاد مشينا عادي واشترينا حاجات العيد وكده وجينا راجعين الساعة 2 صباحا بالضبط. أنا وقفت عربيتي قدام الباب ودخلنا البيت عادي وأجواء رمضانية وسهر رمضان وتفاصيل وكده. وكنا يا داب إحنا يعني رحلنا قريب للبيت اللي إحنا فيه وده استأجرنا شقة أكبر وجات معي ملاز أختي الله يديها العافية وكده ويا داب بنرتب في حالنا بنشتري في الحاجات للبيت وكده. رقدنا نمنا يعني أنا بتذكر أنه أنا نمت تقريبا 4 صباحا. الساعة 7 وشوية سمعت صوت رصاص. صحيت أنا الغرفة بتاعتي في آخر البيت كده فجريت يعني جريت من الغرفة طلعت برا عندنا سياج برا كده أو عريشة هي مقفلة بينوم فيها الله يطراه بالخير ويحفظه وين ما كان. عندي ولدي كده اسمه لويس يعني هو ولد البيت يعني فراقد هناك. فالمهم صحيته وقلت لي لويس في صوت ضرب كده. قام قال لي لا يا ماما ده بكون ناس التصنيع الحربي طبعا قريب لنا احنا في جبرة او بيكون يعني حاجة ما في شيء يعني. رجعت رقدت غطيت راسي في المخدة تاني سمحت الضرب. المهم بعد ده بقى يعني واضح انه في اشكال يعني. صحيت العيال وجرينا تاني الشارع بقت في ربكة في البيت زي حال كل البيوت السودانية اليوم داك يعني بين مصدق ومكذب وافتحوا الحدث وشوفوا. فتحنا الفيسبوك لقينا الأخبار متواترة وكذا. بدينا يعني أنا بديت أجري اتصالات أشوف الحاصل في جروبات الإعلاميين وخلاص يعني اتضح بما لا يدع مجال للشك إنه الحرب بدت. بس برضو الإنسان الجواي كان بيحاول يكذب مسألة الحرب دي وكان عندي اعتقاد جازم إنها هي سويعات والقصة دي حتنتهي يعني. وعندي كان ثقة مطلقة ولا زالت حتى الآن في إنه القوات المسلحة السودانية قادرة على إنها هي تهزم أي عدوان أيا كان شكله. بس المشكلة بقت في توقيتي الداخلي للأمر يعني الموضوع ده لما استمر اليوم الأول. وأنا أذكر فيما أذكر إنه أنا لحد آخر اليوم كنت أعلنت موقفي بوضوح بشكل فطري وتلقائي غير قابل للتردد ولا التراجع بالرغم من إنه الدعم السريع ككيان كان في يوم من الأيام من مفاصل الدولة. أيوه. وتعاملنا معه أيوه. تعاملنا معه في إطار الشغل ولاقينا كثير من أعضاء وكذا. لكن لما خلاص يعني الموقف ده اتحدد تمايزت الصفوف طبعا. ما كان في خيارات غير إنك تنحاز كلية للقوات المسلحة السودانية وتنحاز لوطنك ولتفاصيلك ولحاجات أساسية في تكوينك طبعا يعني. طبعا فكنت طلعت لايف والقوات المسلحة السودانية كان بدت تنتشر ووصلت شارعنا اللي هو جبرة في صوب البيبسي والدبابات جات. وأذكر فيما أذكر إنه أنا من الناس اللي أطلقوا زغاريت يعني على اعتبار إنه الموضوع خلاص تمت السيطرة عليه. المهم اليوم الثاني اليوم الثالث بدأ هو اللي يحصل في الشارع السوداني الدعم السريع في جبرة طبعا هي دي قطاعية بالنسبة طبعاً لهم طبعاً. ومسيطرين فيها تماما يعني وصلوا حد عندي في البيت كويس. وبدت خلاص التهديدات تظهر والناس بدت تخاف. وللأسف الشديد يعني أخذنا لنا زي كم يوم دخل العيد وكل احنا كنا في جبرة لسه مصنددين زي ما بقول. والوقت داك لسه الكهرباء فيه والموية فيه اي نعم الناس مكفولة في البيوت لكن يعني برضو عايشين على امل كبير جدا. فبعد داك بدأت تظهر التهديدات وتعلو. وانا طبعا للأسف من اول الناس اللي كان ظهر لي فيديو مفبرك شهير يعني وكان لابد انه انا اتحرك من البيت يعني بمناصحة من ناس المقربين واولياء الامر عندي. واتبع أخوي كان جانا يحليل والله يديه العافية جاي عشان يعيد معانا من السعودية وحصل الحصل. فكان في حالة من القلق والتوتر وكان مصر إنه إحنا لازم نطلع من جبرة لأنه هم انتشروا انتشار النار في الهشيم وهم كانوا واضح جدا بعد ذاك زي ما عرف كل السودان إنهم هم كانوا مرتبين للأمر ده ترتيب جيد موزعين ناس وتفاصيل وسلاحهم. فاضطريت على مضض تحركت من جبرة مشينا على شندي الله يدي ناس شندي العافية وتراهم بالخير.
وأنا أعتقد إنه إحنا من الناس اللي طلعنا بدري من الخرطوم يعني أول شهر 5 إحنا كنا طلعنا من الخرطوم وبرضو على أمل العودة. يعني أنا وإحنا طالعين من البيت كنت بقول للأولاد غيارين 3 في شنطة الظهر بس. وكان بعد ذاك طبعا الناس كان بيقولوا إنهم بيلاقوا الناس في الشارع ويرجعوا يشتغلوا شغلتهم بتاعت قطاع الطرق المعروفين بها يعني، كان لسه ما بدوا يخشوا البيوت. فقلت لهم ما نشيل حاجة خالص عندها قيمة، خلوا الحاجات في البيت وقفلوا البيت، ولويس ده قاعد وأسرته موجودة معاهم وأخته وكده. فكنت مطمئنة يعني على البيت وعلى التفاصيل وعلى شق العمر وعلى العربية وعلى كله. كل اللي عملناه وإنه بطريقة أو بأخرى جازفنا، حركنا العربات ودينا واحدة أبو آدم في البيت الكبير، ودينا واحدة الكلاكلة الناس خالتي، فعلى أمل إنه إحنا حنرجع يعني قريب. ودي كانت المرقة لياها يعني للأسف يا أحمد. وبعد ذاك يعني تفاقم الأمر ووصل حد الدمار ووصل حد النهب ووصل حد الاستيطان وظهر المخطط كامل. ونحن لسه واثقين في القوات المسلحة السودانية طبعًا مهما طبعًا حصل يعني. طبعا طبعا بإذن الله نرجع قريب مرفوعي الرأس. أنا بقول مرفوعي الرأس لأنه الحصل ده خلينا من الفقد بتاع المال أو الفقد بتاع الحياة الممكن تكتسب يعني. لكن الحياة الموجعة كانت في الكرم، في أنه بجد يعني كان في مسح بالكرم عارفه. فعشان كده بقول ان دايما نرجع منتصرين رابع الراس باذن الله. واحساسك كمان بالعجز يا احمد يعني صراحه انت تكون عاجز عن انك انت تدافع عن نفسك عن الناس اللي طبعًا معاك عن بلدك طبعًا. عاجز عن انك توفر لاولادك الحمايه، عاجز عن انه تقدم شيء حتى للبلد يعني. ف والله مقهورين ومقبونين، ربنا عالم وما ربك بظلام للعبيد. نعم 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 ونعم بالله ونعم بالله. تمام، هتلقانا برضو جزئيات تانية في اللي قدام. خلينا نشوف أول صندوق، صندوق الأبيض كويس، صندوقك 4.8 افتحيه شوفي فيه شنو اديني ليه. بسم الله. طيب مجموعة من الأوراق أو ورقة واحدة هي اديني ليه. طيب تفضل. دي الأسئلة سريعة كويس، 3 أسئلة برضو ما حنطلع من الموضوع بتاع برضو لازلنا في الحرب. السؤال الأول، حاجة نسيتيها في بيتكم في الخرطوم ندمتي إنك ما شلتيها معك؟ بدون أي تفكير تلفون أمي الله يرحمها. الله يرحمها والله. يعني يمكن فيه آخر تسجيلات الصوتية، آخر صورة، آخر مراسلات، آخر تفاصيل الشخصية يعني بتعنيها. كان عنده عندنا غيمة كبيرة شديد. احنا طلعنا متصربعين وطلعنا ملخومين، واحنا كنا مفترضين انه خاتنه في حرز يعني. فصراحة ما في زول يتذكر انه يشيله زي ما خلينا غيره يعني، تلفونات لابتوبات. فبعد ذاك ندمت شديد انه انا ما شيلته يعني. تمام. طيب 2، نسبة خذلانك في الناس القريبة منك بعد الحرب كم في المية؟ الله بغض النظر عن انه انا ممكن برضو اكون سببت في الخذلان لكثيرين، لكن خلينا اقول 70%. 70% نسبة ما سهلة طبعا. ما سهلة داليا لياس، ما سهلة يعني داليا حبوبة وعلاقاتها واسعة كانت. فانا بقول له انه يعني انا دايما اقول للناس اللي بيقعدوا معايا الناس المعروفين او كده، انه اذا انت نسبة خذلانك زول يقول لك 80، زول يقول لك 70، زول يقول لك اذا انت كده. طيب الزول العادي يعني ده يكون نسبة خذلانه كم؟ الزول اللي ما عنده مثلا يعني ما عنده اسم، ما عنده علاقات، ما عنده كده، بتأكيد بيكون اسوأ طبعا. هي عموما ممكن نسميها حرب الخذلان على كافة الأصعدة يعني. صح، كافة الأصعدة يعني ممكن تمشي تجيب حتى في حتى في في في, في الوطنية ذاته يعني يعني. فكشفت حياة غريبة جدا جدا الحمد لله. تمام. 3، مكان اتدمر في الخرطوم حزنت عليه اكثر من بيتك؟ والله الأماكن كثيرة، لكن صراحة يمكن من الأماكن اللي أحزنتني جدا مع كامل الحزن على كافة الأماكن والمرافق دار الشرطة. دار الشرطة أي لأسباب كثيرة بتتعلق مع آخر مرحلة في حياتي ما قبل الحرب يعني. أيوة. أنا كنت بديت أعمل ملتقى اندياح ده
وكان من أنجح المشاريع اللي أنا طبعا قمت بها وربطتني بها علاقة وثيقة. وكان دار الشرطة والقائمين على أمره من أكثر الداعمين يعني. وكان بيحتوي الملتقى بشكل راتب شهريا يعني عندي فيه ذكريات وسمح لي أنه ألاقي عدد كبير من المحبين ومن الداعمين ومن الأخوان. فحزنت شديد لما قال ليه دار الشرطة، لأنه كنت بديت أرتبط به مؤخرا وأعرف تفاصيله وزواياه وجنباته زي ما بقول. تمام. ده بالإضافة لأنه تذكراتك برضو في الشرطة وكده يعني. أيوة يعني أيوة يعني. ارتباطك بالشرطة. تمام. خلينا نشوف طوالي 6.9 صندوق الأحمر. إذا فيه كم حاجة ممكن تقلبها هنا في الترابيزة. طيب. عادي. في نزله. تمام. ده فيه ثلاثة حاجات، فيه ورقة، فيه ذاكرة، فيه جنيه. ثلاثة حاجات دي أي حاجة بتودينا لحتة. فنبدأ بشنو؟ نبدأ بالميموري دي كده. الميموري. مشهد في ذاكرة داليا الياس، مهما تقدمت السنوات ما حتنسيه وشفتيه في الحرب الأخيرة دي. عشته بشكل شخصي ولا شفته عبر الميديا؟ ممكن ما تكون عشتيه انت، ممكن شفتيه في الميديا مثلا، شفتيه وانت طالعة، شفتيه في فيديو. انت ما بتنسي المشهد ده في الحرب دي نهائي، مهما السنين دي اتوالت يعني. والله يا أحمد المشاهد كثيرة طبعا يعني، والمرارات كثيرة، سواء العشناء على الصعيد الشخصي في طريق النزوح ومن ثم طريق اللجوء للأسف، ولا عاشوه ناس، ولا سمعناه في قصص، ولا شفناه في الميديا. لكن في مشهد يعني طفى على السطح مؤخرا يعني، كان مشهد لتعلمجي من تعلمجية القوات المسلحة، كبير في العمر، معاشي يمكن يكون تجاوز 80 سنة، كانوا الأندال ديل بيضربوا فيه بشكل يعني فيه كثير من الحقد والغبن. ما عارف انت مر عليك ولا لا، لكن عدد من المشاهد قد يكون شافوه. هو كان بيستغيث وبترجى فيهم، فكان زي ما انت بتقول هو كان عنوان بارز لشكل الذل اللي وصلنا له يعني. هو عاجز وما قادر يدافع عن نفسه، وكل جريرته وذنبه انه هو انتمى للقوات المسلحة في يوم من الايام. فده كان موقف وضح تماما يعني انه الناس دي كمية الحقد الاسود جواها، وكمية الغل ونواياهم يعني الوضيعة جدا تجاه القوات المسلحة ككيان، وكتجاه السودان وكتجاه السودانيين. فبجد ما كنت قادر انسى المشهد ده يعني. تمام. طيب نشوف تاني جنيه ولا ورقة؟ نشوف الورقة اول. الورقة ده ملحوق. طيب انا عندي اسم في الورقة دي، لكن ما حقدر اقول الاسم ده ما لم انت تتعهدي انك تحدد تكلمي عن تفاصيل. حتديني الضوء الاخضر اني بس اقول الاسم ده، ما حتكلم كثير. لو عاوز تديني الضوء الاخضر خلينا اقول. اديك الضوء الاخضر. حاجة علوية سعدين. كنت متوقع انك تقول لي اسم حول اي نوع من الالتباس يعني. ففاجأتني بأنك غيرت الاتجاه 180 درجة. نفايات مباركات. ربنا يرحمك يا أمي ووسدك الباردة ويتقبلك القبول الحسن ويجعل الفردوس الأعلى مقامك. أنا هحاول أتجلد وأتماسك قدام أحمد عشان أتكلم عنك، وكل الكلام ما بيوفيك يعني. أنا في حياتك حاولت أكتب عنك شعر، حاولت أكتب عنك نثر، حاولت أكتب عنك مقالات تحكي عظمتك ونبلك وكفاحك واختلافك يعني، وإن كان كل منا يرى أمه مختلفة ومميزة. لكن حقيقي يا أحمد أمي كانت ما طبيعية يعني، ما طبيعية في قدرتها على الاحتواء، في قدرتها على الصبر يعني. أنا الآن بسأل نفسي إنه أنا لو كنت في محل أمي وربنا يعني امتحني بكل الأمراض يعني، أمي الله يرحمها كانت تعاني من السرطان، كانت تعاني من ضعف الخلايا الملونة، ضغط، سكري، مشاكل في القلب، أجرت 13 عملية جراحية،
تعرضت لجلطتين نفدت منهم, ورغم كده لحد ما ماتت كانت في كامل ابتسامة وروحها جميلة وبتفكر في الآخرين. يعني أمي كانت في المستشفى في لحظات الأخيرة وهمها كله, إنها كانت بتقول لنا يعني ما كتر هنسينا هي كانت بتقول لنا أحفو لي أنا تعبتكم, أحفو لي أنا عذبتكم, وهي في لحظات الأخيرة فتشعر غاتر يا أحمد, يعني إنه أنت تكون ما قادر تقدم لأمك اللي قدمت لك كل شيء. يعني أنا أمي دي كانت لي أم وأبو, يعني قد يمكن كثيرين عرفوا المعلومة دي, وكانت صديقة وكانت رفيقة وساعدتني في تربية أولادي, وكانت أول قارئ بالنسبة لي وأول مستشار وأول معيد برامج والمرجعية في كل حاجة. فعلاقة دي بقى كانت مختلفة جديد, فلما تجي في آخر لحظات وفي ضحفة وفي احتضارة تقول لكم احفوا لي أنا عذبتكم وأنا تعبتكم, وكان همها كله طوال فترة مرضها إنها هي ما تكون عبئي علينا. يعني ده كان أقصى هم عندها, إنها ما تكلفنا نودي المستشفى, ما تكلفنا نمارضة, ما تكلفنا نصرف عليها, ما تكلفنا نسوق نوديها الحمام. يعني كان أشهر دعواتها أنا كنت بسمعها دائما بتقول يا رب يا رب من القوة وللهوة, يعني كأنما كانت تستعيذ بأنها هي تمر بأي لحظة بتاع الضعف. يعني فأنا بقول لها يا أمي والله يعني يا ريتك لو فضلتي موجودة مهما كان شكل التفاصيل. يعني وتاني برجع يا أحمد بقول سبحان الله, يعني أمي دي ربنا اختارها في توقيت عجيب, هي يعني يقولوا قرة شعبان وفجر جمعة. يعني لما أمي كان دفنت بعد الناس صلت عليها, صلت صلاة الفجر وصلت عليها الحمد لله. فبقول أمي لو كانت حاضرة معنا الحرب دي كان موقفها هيكون شو؟ زولة قضت عمره كله كم 70 سنة بتعمر وبترتب بتختار حاجاتها بعناية بتشتغل بيدها واقفة لحد آخر لحظة, فهل كانت تقدر تستوعب العملون الناس في بيتها ده؟ مكنتها بتاعت الخياطة, مصحفها, نظارتها, تفاصيلها, كتبها في المكتبة, عدتها. يعني فبقول الحمد لله إنها ما حضرت الزمن ده, وإن شاء الله تكون في وضع أفضل في مكان أحسن ومعارف طيبة أحسن لا مننا كلنا. يعني فالحمد لله يا أمي, يعني ودعناك الله و ربنا يتقبلك وإن شاء الله يجمعنا بيك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين, وإن شاء الله نكون إحنا كنا بارين بيك كما يجب. يعني وإنتي أم عظيمة, يعني كنت عظيمة في حياتك ورحلتي بعظمة وشموخ, وذكرياتك فينا خالدة ومكانك يظل شاغر. أنا شخصيا يعني برغم عمري الكبير ده يا أحمد اكتشفت لك إنه اليتم في الأطفال ممكن يعدي بمرور الزمن أو هكذا أظن, يعني إنه مثلا لو طفل صغير فقد واحد من والدينه ممكن هالحياة تسوق, لكن لما أنت تكون يعني هسه دايما بقول لي يا أخواني وأولادي كده بقول لهم أنا قضيت من عمري 45 سنة 45 سنة مع أمي. يعني من أول يوم أنا يمكن أكون فارقت أمي دي مرات بسيطة اللي هي بسافر فيها, وحتى بعد ما اتزوجت كنت دائما بكون ساكنة جنبها وبشوفها بشكل يومي. يعني واحدة من الحاجات اللي كانت إنه أنا يوميا لازم أجي ناس أمي, أو يوميا يعني لو أنا ما جيتهم بيجوا, يعني ولو أنا غبت يومين هي بتضرب تعالي. طبعا تلفوننا اليومي ده كان ثابت يعني فيه والحكاوي والتفاصيل, تلفون صباحي يومي يعني كان تعالي تعالي شيلي لأولادك المحشي, تعالي شيلي لأولادك بقيمات, تعالي شيلي لأولادك الفسيخ, جيبي أولادك وتعالي كده. فخمسة واربعين سنة انت ملازم زول يعني, فالاحتياط براه, الاحتياط براه كان بالنسبة لي أزمة كبيرة شديدة. أنا حدي الآن يا أحمد الله العظيم ربنا يعلم بمشي السوق مثلا بشوف حاجات كانت هي بتحبها وبتصطفيها بقرب اشتريها, بلاقي ناس أو تحصل لي مواقف بكون دايرة أرجع 200 عشان أحكي ليها. يعني قاعدة نسين أمي ماتت. الحمد لله على كل حال, الحمد لله ربنا يرحمه. خلينا نطلع فاصل, خلينا نطلع فاصل كويس نرجع
فاصل ونرجع تاني خليكم معنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بازبار للسفر والسياحة. أهلا بكم الأعزاء المشاهدين مرة تانية، ولازلنا في حضرة داليا الياس. معلش يا داليا يعني احفلينا، لكن كانت فرصة بس إنه يعني في أيام مباركة ندعو لها بالرحمة والمغفرة رب العالمين، ربنا يغفر لها ويرحمها. خلينا نمشي طوالي لآخر حاجة عندنا الجنيه ده، ثروة داليا الياس بعد الحرب، الحاصل فيها شنو؟ أنا طلعت من السودان بتلفوني فيه بنكك بس، يعني كان في حبيبة الذهبات كده. لو تذكر في الصندوق أنا كنت قلت لك إنه أنا ما زول الذهب يعني. أيوة. فبعد ذاك بمناصحة من أمي الله يرحمها من كده بديت أحاول أسعى حاجات للبنات، يعني كنت بشتري الحاجة بقول دلائي با دلائي فدلائي الأمر خليناها. خلينا الحياة الغيمة كلها يعني، يمكن زور واحد كان عنده شوية عملة أجنبية برضو. تلفونات يعني طلعت ببنكك. وأذكر إذا أذكر إنه بنكك بتاعي لما أنا تحركت من الخرطوم كان فيه 1,300,000. فالثروة الحقيقية كانت في أخوي مجتبى، في بعض المقربين يعني. بجد وقفوا وقفة كبيرة جدا لحد ما طلعونا ولحد ما سافرنا ولحد ما وصلنا ولحد ما سكننا. فأنا حقيقي طلعت شبه معدمة تماما إلا من المحبين الصادقين ربنا سخرهم لنا، وإلا من إيماني المطلق في أنه ربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه يدبر الأمور ويرزقنا من حيث لا نحتسب. زي ما عملت أي حاجة بإذن الله، أي شيء بتعمل طالما ما 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 العزيمة فيه والروح فيه والعافية فيه الناس تبدأ من الصفر. الله يجازي كان السبب. 7 بوينت 3 أسود عديد. أيوة أنا لاحظت إنه الألوان دي ألوان على مسودة طبعا. ملاحظة طبعا أدائي ممكن تاخدتونها من عديد. ثلاثة أوراق سودان السودان الشامخ العزيز الخالد إن شاء الله. أيوة بإذن الله تعالى يرجع أحسن مما كان أكيد بعد ما ينضف بإذن الله. شكرا. عندنا 3 ألوان أصفر أزرق برتغالي. دي أسئلة مباشرة، دي الأسئلة اللي ما بتدوري أنت. طيب نشيل هذا السؤال من الثلاثة ديل كذا شيل الأصفر ده. طيب نبدأ بالأصفر. داليا الياس صحفية بين قوسين بتاعت ناسات، حروفها تضيق بالثناء والحب لميادة قمر الدين، بينما تغلي وتقسو على آيا أبرو. طيب دي ملاحظة صحيحة. انت بتاع الناسات أول حاجة كده، ما في زول في الدنيا وبتاع ناسات. عندك ناسك يعني ميادة زولتي حبيبتي وصحبتي وبتربطني بها مواقف وتفاصيل شخصية يعني يمكن ما تكون معلومة لدى الجميع يعني. فمحبتي ليها اللي بتظهر في حروف السنة دي محبة صادقة يعني. أما مثلا زي آية آفرو وفي كلاس كتار جدا عارفين إنه آية دي في بداياتها أنا لقيتها أكثر من مرة وتعاملت معها بكل أمومة وبكل رأفة وبكل تقدير واحترام، وهي كانت يعني أول مرة بتذكر أول يوم أنا شفت آية آفرو دي كان على الاستيج في عرض الأزياء أقامته نيرمين قرقة في السودان. وهي في الاستيج بتعرض شافتني أنا في الصف الأول فزي يقولوا أرسلت لي القبولات يعني. وبعد ذاك بعد ما انتهى العرض جات سلمت علي بحفاوة وقالت لي أنا بحبك وأنا بحترمك وكده، ونشأت بيناتنا علاقة ودودة يعني. فكنت بعد ذاك بلاقيها في كثير من المحافل بتعامل معها بتقدير باعتبارها بنت صغيرة صراحة. ونبهتها أكثر من مرة إنه أنتي النجومية عندك بدت بدري إذا افترضنا إنها نجومية، فحاولي وظفي الحاجة توظيف أمثل.
فاليوم الوحيد اللي أنا يعني قسيت فيه عليه آية كانت في اعتقادي بتستحقه، لأنه بدر منها موقف غير لائق في ظروف صعبة جدا والجميع يذكر يعني. فللأسف هي بعد ذاك، وأنا يعني أتمنى إنه هو كان يكون موقف عارض أو بتحريض من آخرين يعني، حاولت تجعل بيني وبينه في ندية وتفترض إنه في بيناتنا حرب أو خصومة يعني، وده ما حقيقي، هي مجرد موقف أنا علقت فيه بقلم الكاتب تعليق في وقته والقصة انتهت. ولحتى الآن يعني أنا بتمنى إنها هي يعني تصحو من الغفلة اللي هي فيها وتراجع نفسها وتعاين لإنها في يوم من الأيام حتكون أم يعني. نسأل الله إنه يرزق الحلال الطيب. فهل هي اللي بتعمل فيه ده بتقبل إنه أولاده يشوفوه؟ بس أما قصة المقارنة بينه وبين ميادة قبر الدين غير قائمة أساسا. هي ما في مقارنة، هي بس نموذج، لأنه أنت أنا أكتب عن ميادة قبر الدين وكذا، لكن برضو في قساوة كانت ما مبررة يعني ذاتها مع 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 يابرو، كان في قسوة مني. أنا بالنسبة لي مبررة يا أحمد يعني، أنا هسه في البيت مثلا لو بدر من واحدة من بناتي تصرف غير لائق أنا أقسو عليها بحاول قدر الإمكان مثلا أنبهك لأنه أنت بتعملي فيه وده غلط يعني. فحتى الآن أنا بقول لها أنت بتعملي فيه وده غلط ولازلت عن موقفي يعني، إن رضت ولا إن أبت، بغض النظر عن أنه العلاقة الشخصية بيناتنا أصبحت غير قائمة وما أظن تقوم تاني، لكن طالما هي طارحة نفسها في على الملأ فأنا أظل يعني متى ما عن لي أنه أنا أعلق عليه تصرف بحسب ما أراه مناسب بعلق يعني. فربنا يهدينا ويهديها. علاقتك بميادة دي برضو يعني علاقة، أنا حاسس إنه العلاقة دي هي علاقة بتاعت يعني أصدقاء شديد أكتر من إنها يعني إعلامية وصحفية ومفنانة يعني. حقيقي، عشان كده أنا كبير قلت لك أنا لا أنكر إنه أنا أكتب عن ميادة بمحبة يعني بعين المحب. وبما انه انا بكتب في السوشيال ميديا يعني مثلا يمكن العمود الصحفي بيخليك شويه لازم تلتزم بالحياد والمهنيه، لكن السوشيال ميديا دي مارك بيسالك فيها فيما تفكر. ايوه، فانا شخصيا كداليا بكتب الشعور الحقيقي الصادق اللي بيخطر لي في لحظتها يعني. حتى بعض المقاطع اللي انا بكتبها في الشعر بتكون قطع اخضر مباشره على الفيس يعني، والفيس اصبح بالنسبه لي نديم يعني. فلما أكتب عن ميادة بكتب بمحبة المحب، بمحبة الصديقة العارفة ميادة شنو أسوأ صفة في ميادة قبل الدين، شنو أسوأ صفة بتتمنى تتخلص منها؟ تلقائية شديدة. تلقائية الشديدة. نحن برضو من حقيقة من هنا ونحن بنسجل في الحلقة دي عندها عمل جديد. جميل جدا جدا نحن سمعناه كلنا، فالتحية لها، بنقول لها رمضان كريم، قدر الرهان، قدر الرهان، هي دائما قدر الرهان. اي باذن الله. تمام، عندنا ازرق برتغالي، نشيل الازرق. طيب، بعد ما شلنا الاصفر. تمام، بوستاتك في الاونه الاخيره باتت اكثر نعومه ولطف وازدحمت ايضا بالهدايا الباهظه، هل هناك حب جديد في حياه داليا الياس؟ خيتي يا احمد، الغريبة بوصاتي الأخيرة دي كلها جيش وقوات مسلحة تتخللها نحن داريت تتخللها دي، الموقف ده ما ثابت، ما في ذول بزايد عليك، لكن نحن في البداية تتخللها دي. والله هو ما حب جديد، هو حب قائم وحب قديم يعني، لكن يمكن الحرب دي خلتنا ذات ونكتشف قيمة الحب الحقيقية. ودي فرصة يعني أنه أنا أعتذر لكثير من الناس اللي أنا كنت بفترض أنه علاقتهم بي علاقات قائمة وعلاقات خلينا نقول ماخذة شكلي خلاص رسمي كده مثلا، لكن اكتشفت فعلا أنه أنا ما كنت منتبهة لكمية الحب وكمية التقدير ودي واحدة من النعم اللي اكتشفناها في زحمة النقم الكثير اللي توالت من الحرب. فهو ليس حب جديد ولكن هو حب متجدد. حب متجدد. طيب هذا نحن الرجال ده الكويسين، طيب ضغطانا كده ليه أحمد؟ إحنا أنا ما عارفة هو الانطباع ده جاي من وين، لكن صراحة أنا إذا في زول متابع كتاباتي بشكل يعني أمين
هيعرف انه انا على امد من ابد بعيد يعني على مر السنوات انا متضامنه مع الرجل السوداني على فكره. يعني الهنات اللي حصلت عرضا دي كانت لاسباب موضوعيه ومبرره بالنسبه لي، لكن انا طول عمري والله يعني الرجل ده الرجل ابوي واخوي وزوجي واستاذي وولدي، فانا ممكن باي حال من الحالات اتحامل على الرجل. وبالعكس انا عندي مقوله شهيره جدا انا بقول المراه عدو المراه والرجال جميعهم حلفاء للنساء. فتحية للرجل والله والرجل السوداني تحديدا والرجل في حياتي، وكان الاحترام والتقدير يعني. تمام تمام. آخر سؤال في الأزل المباشرة، لم تكوني صادقة عندما ظهرت في برنامج كاميرا خفية اسمه عليك واحد، حيث كنت على علم تام بتفاصيل المقلب الذي تم تصويره خارج البلاد، لذلك ظهرت بتلك الشراسة في الحلقة. قالوا انت يا داليا بالواضح كده موضوع الكاميرا خفية ظهرت هي ودقيت الناس ده والقصة دي كل ده مكشوف وحاجة وانت عارف انت اللي بتقول الكلام ده يا احمد، القصة والكلام ده اتهام هو موجود لدينا يعني. فأنا داير أعرف القصة دي كيف. عليك واحد ده أنا ظهرت فيه مرتين. أيوة أنا قلت الثانية الأولى ونسخة الثالثة. الثالثة أيوة. أي النسخة الأولى كنت فيها برضو على قدر من الشراسة، مش الشراسة يعني حاولت أتعامل بحكمة وبقوة يعني. النسخة الثالثة برضو بنفس الكيفية. أنت ليه بتفترض إنه أنا لازم أكون عارفة يعني؟ لا هم يقولوا عارفة. داليا برضو بيقولوا مهما كان برضو هي الشراسة دي برضو ما شرسة للدرجة دي. لا لا أنا والله في المواقف زي دي والله لا أوراك. يدي قريبة يعني يدي قريبة شديد بالمناسبة هزولة. والله أنا بكفي الطوالي زي كده خليك ماشي معي كويس والله أنا شرسة بالمناسبة، شراسة هي شراسة مكتسبة يعني. وأنا يمكن قاعدة أتداول العبارة دي شديد يعني حتى في البيت قاعدة تريقوا علي بكلمة شراستي مكتسبة. فأنا بالجد والله لو لزم الأمر أنا بوليس قديم يا زول. بوليس قديم هاي يدي قريبة شديد كده حلقة نحكي لها موقف الحتة ما دربش أتجاوز القصة دي يعني. أنا عايز غير الموقف بتاع وعلى فكرة أنا وصبت في الحلقة دي يعني. يعني أنا مازن ده وربنا يعلم ويشهد أنا لحد آخر لحظة ما كنت عارفة ده مازن رغم أنه أنا بعرفه يعني معرفة أيوة. شخصية. ومازن ده بالمناسبة جابنا من المطار سايق العربية على اعتباره أنه هو سواق يعني، وحصل بيناتنا نقاش وعلى ما أذكر يعني جبنا سيرة محمد رمضان وشنو كده. وأصلاً ما خطر في بالي إنه ده يكون مازن. ونزلنا في الفندق وجي الصباح استلمنا برضو ومشينا وأي حاجة، وهو طبعاً دفرني دفرة شديدة. أنا بذكر ضربت راسي يعني بالترابيزة وقع حارة يعني حتى هم اضطروا إنهم يمنتجوها. فلا لا لا وقت الجد يا زول آخر مرة مديت في يدك 200 اخر مره مديت يدي 200 مديتي ماكلاني يا شنو ماكلاني هسه دي كمان لا لا والله ما 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 ضربت طول قريب صراحه لا لا لكن بنفعل وبجوط وكذا يعني. وقررت انه انا تاني يعني قصة انه لازم تترفعي وما تردي وما تاخدي حقك. لا لا يا زول انا بقيت زول عندي غدة وصاحبة امراض مزمنة باخد حقي اول باول اصلا ما بتهاون كويس. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف وصلنا النهاية الزلزال تمام. نطلع فاصل ونرجع. طيب تمام فاصل ونرجع تاني خليكم معنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بازبار للسفر والسياحة. أهلا بكم الأعزاء المشاهدين في القسم الأخير من برنامجنا، ولازلنا في حضرة داليا الياس. مرحبا بك أستاذ داليا. مرحبا يا أحمد. طيب قبل ما أمشي للسؤال بتاع الزلزال، قبل فترة كان كتبت بوست طالبت من خلاله القوات المسلحة إن مفروض أي فنان أو مبدع منتمي للقوات المسلحة إنه يسلم نفسه ويمشي المعركة ويكون حاضر يعني في المعركة يعني مع ال يعني انت حاسس انه في 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 عدم تقدير ووفاء مثلا من الفنانين او المنسوبين للقوات المسلحة
يعني بالواضح حاسس انه كبروها يعني. ايوه في 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 وقت حساس شديد كان وفي ذروه المعركه ووقت ما كان بيحتمل الحياه في فنانين وموسيقيين كتار جدا. انا اعلم تماما انهم هم في حقيقه الامر منتمين لكثير من ادارات الشرطه يعني والقوات المسلحه والقوات النظاميه. فكنت مستغربه يعني ليه ساكتين. فالحاجة دي استفزتني جدا. قلت طالما هي أساسا بالود والمحبة والوطنية ما جات تجي عسكرية وتعليمات. ما 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 حس إنه ال 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 يعني برضو ما هو بالمقابل برضو في ناس برضو هم عازفين يعني. مثلا عندك يعني ميدي كريري مثلا عازف الساكسفون يعني واحد من ال من ال برضو يعني مترحم على روحه. هو برضو استشهد برضو في ضمن الصفوات المسلحة وغير الحاجة دي. ما حس إنه برضو هي جابت ليك مثلا ممكن تكون شوية مشاكل كده. والله هو باعتبار إنه برضو أنت صديقة يعني بتجبري كده الناس مثلا أو بتكشف إنه هم مثلا ناس يعني تزور في الوسط يعني برضو. أيوة. ولصيغة بأغلبهم يعني صحيح. وشاعرة وبتكتبي عرفت لي أغلب. ما حس إنه الحاجة دي كانت ممكن تكون تخسرك لهم مثلا. والله يا احمد بغض النظر انه هو الوقت ما كان وقت مجامله صراحه. وده الوقت اللي انت لازم تقول فيه رايك بقوه بصدق لانه التاريخ يوثق يعني. ايوه. واي نعم انا صديقتهم وفي الوسط وفي ناس منهم اصحابي جدا يعني. لكن ده ما بيشفع لهم يعني. فبرغم من انه زي ما قلت في ناس استشهدوا وبذلوا وفي موسيقيين في الاسر يعني وفي ناس تعرضوا له كثير من الانتهاكات والأذى منهم أستاذنا ياسر تمتام ربنا يديه العافية. بس أنا كنت بعني في البوست بتاعي ده ناس معينين هم عارفين نفسهم تماما. فكان موقفهم مخزي صراحة. وبعضهم لا زال. طيب خلينا نشوف ده اسمه سؤال الزلزال. السؤال ده هتقريه انتي تمام. 10 رختر في الصندوق الاخضر ده هتجري وانت اي اذا حابه نتكلم في تفاصيله ونتعمق فقول لي تمام. يا احمد الله يديك اذا ما حابه يعني نتكلم في تفاصيله ونتعمق خلينا نشوف قصه يعني. فكرتي من هتجري طوال يعني طوالي طوالي تفضلي. فكرتي أبروك. من قبل في اغلاق صفحه الفيسبوك الخاصه بك بسبب الصور المخله بالاداب التي يبعثها لك الرجال بشكل دائم. ما حصل فكرت اقفل الصفحه. بتجيك صور قريب 2000 صوره كلام ده حقيقي والصدق بتكون زادت هسه ولا بتكون بقت 5000 كده يا زوله حقيقي انت جاده جاده ومعاها فيديوهات مع رسائل بذيئة مع إساءات شخصية يعني يمكن أسوأ ممكن حاجة تسمعها المرأة السودانية أو أي مرأة في العالم أنا سمعتها يعني بشكل مستمر. يمكن استبقت في فترات متباعدة مثلا. لكن كانت قمتها طبعا لما موضوع طلعت تكلمت عن الفحولة وما الفحولة. أيوه. وبتاعت الرجل واوا إلى آخره. أيوه. دي كانت زروتها يعني يمكن ده كان موسمة كده. لكن حتى الآن طبعا الموضوع ده الناس في ناس كثيرة ما تجاوزته ولا زالت بتذكره وين ما تلاقيني في الوسائط ما على أرض الواقع بتحاول بتفتكر إنه هي عندها معي تار يعني لازم تأخده والرسائل بتجي يعني. لكن من دمتي أبدا ما حصل من دمت على الكلام اللي قلته قبل كم سنة من دمت عليه بدرجة فعل الحصلات صراحة. طيب أنا ما عايز أقول لك يا أحمد إنه أنا ما قاعد أعرف كلمة ندم. أنا زولا بعلم تماما إنه أي تصرف يصدر منك بتترتب عليه ردود أفعال أنت مفروض تكون قدرة حتى وإن كانت مفاجأة بالنسبة لك. أنا يمكن يكون ردة الفعل في الموضوع ده فاجأتني فعلا لأنه ما تخيلتها تكون بالحدة دي. افترضت إنه الملاحظة دي معلومة لدى الجميع مثلا وإنه الموضوع قابل للمناقشة والناس هتاخده بموضوعية يعني. فالمؤسف في الأمر إنه كل ما حقول لك نسبة كل ردود الأفعال انصبت فيني بشكل شخصي. يعني أنا حتى الآن كان نفسي ألاقي زول مثلا يناقشني بموضوعية إنه القصة دي أسبابها كده كده أنتي وجهة نظرك دي قاصرة كده. لكن كل الناس خلت أي حاجة ومسكت فيني أنا. فافترضت إنه ده سلوك منحرف وإنه أنا زولة
أخلاقي مشكوك فيها وإنه الأمر بيعنيني بشكل شخصي وكذا. فما ندمت، لكن مع احترامي وتقديري للبرنسي وبحييه من هنا يعني، هو على الأقل كان يعني زي ما بقوله رفيق الأزمة والمعاناة. يمكن يكون المنبر كان ما مناسب يعني الموضوع ده، أعتقد إنه لو كنا طرقناه في حلقة تلفزيونية متخصصة بشكل فيه كثير من الجدية كان يكون مقبول للناس، لكن شكل البرنامج مثلا والتلقائية الشديدة اللي أنا تعاملت بها واللغة اللي أنا استخدمتها أو كده قد تكون هي أخذت علي. وأنا الآن يعني أجد في نفسي الشجاعة الكافية في برنامجك، انا بعتبر انه هو توثيق لكل الناس اللي انت بتحاورهم يعني. فانا اجد الشجاع الكافي انه انا اعتذر لاي زول يعني مساو الكلام، وان كان كونه مساو بشكل بيعني ودي حاجه ما بتعنيني كويس، لكن الكلام اذا كان فيه تجاوز او والله اعتذاري ده اخر ما تعتذري أو الناس افترضت انا لازم اعتذر جاب انك تسكت وتغلي. فبجد يعني انا يمكن اكون قلت غير موفقه في المنبر وفي شكل اللغه اللي انا اخترتها، لكن بعد ده كل زول ادري بيروحوا يعني. تمام. قبل ما اختم لازم اتكلم عن جزئيه برضو مهمه كده، انا حاسس انها هي الانصرافي. برضو انا طبعا بقول دائما انه يعني أيقونة التأثير الأعظم يعني مؤخرا يعني، فهو شايف برضو يتكلم عنك برضو اتناول أو دافع عنك يعني في 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 اتهام تقريبا أو حاجة بالشكل ده صح؟ في اليوم اللي فات دي الكلام ده ما طيب. ما بعيد يعني. الانصراف ده بالمناسبة يمكن في ناس كتار شديد عرفوه مؤخرا في فترة الحرب دي، لكن هو زول قديم يعني. أيوة. وأنا من الناس المتابعينه من زمان يعني، وأثمن جدا جهوده الكبيرة اللي هو بيعمل فيها الآن. وهو يعني ما في زول بيقدر يعني زي ما بقوله يشكك في وطنته وفي محبته للبلد. فالحاجة اللي ما عارفينها الناس إنه الانصراف ده برغم الزحم الحول ورغم التفاصيل الكثيرة ورغم انغماسه في القتال والتعبير عن رأيه بشراسة ووضوح وصدق، وبقى عنده لغته وفلسفته وأسلوبه، زول إنسان من الدرجة الأولى يعني. ويمكن الناس تكون شايفة أعمال الخير اللي هو بيعملها وتفاصيل كثيرة واهتمامه، دي جانب. الجانب الثاني إنه بيفقد الناس بشكل شخصي صراحة يعني. أنا يمكن هسه قاعدة قدامك يا أحمد زي كل الشعب السوداني أو غالبية الشعب السوداني، ما عارفة وهمنه، ما عارفة اسمه الحقيقي، ما عارفة شكله عامل كيف، ما عارفة وقاعد وين، دي حقيقة. لكن ده ما بيمنع إنه هو مثلا لو في شيء بيرسل بيسألك، لو أنا عندي حاجة برسل بناقشه فيها بشاوره برجع له. زول محترم جدا، زول ود بلد حقيقي. فما كان غريب عنه انه مثلا يدافع عني يعني، ودي حاجه انا قدستها واحترمتها وجبرت خاطري صراحه يعني، انا بشكره عليها. فطبعا يعني الواحد فينا بيقول رايه بشكل مباشر وشكل واضح، بتدفعوا له قناعاته وموقفه المعلن يعني. فلما يجي زول من الفريق ما حقول الاتجاه المعاكس او الفريق الثاني، لانه الكفتين اصلا ما بتتوازي، لما يجي واحد من العملاء او الاندال او السفهاء اللي هم ماشيين في خط ضد مصلحه البلد وضد مصلحه ناسا، يحاول يعني يناوشك بشكل مبتذل بيشبههم يا هو اسلوبهم يعني. يعني زي ما قلت لك، الواحد دائما ما برد عليك رد موضوعي فيه تقبل لرايك او فيه مناقشه، دائما بيحاول انه يسيء لك او يتنمر عليك او يجيبك يخليك عرضة للاستهزاء وكذا. فهم لما يستخدموا الأسلوب ده بيعبر بشكل أو بآخر عن وضعهم الحقيقي يعني. فكتر خير الانصرافي في واحدة من المواقف زي دي بتمر بينا كتير، وضح رأيه بالصدق، وكان موضوع يعني قال إنه الزول لما يجيب رأي حق الناس تحترمه طالما هو ما هبشك ما تهبشه. يعني احنا بنتكلم في الشأن العام، في أسماء طارحة نفسها في القطاع السياسي، فمن حقنا كمواطنين وككتاب وكإعلاميين نتكلم عنهم. لما يجي واحد تاني من أزيال أو غلمان يجي عشان يدافع عنهم بشكل فيه ورقات بعنيه وداري كسر تلك داري عمل أي حاجة، فده ذاته هو لا يستحق أنه إحنا ننظر له بعين الاعتبار. وده كان قصد الانصرافي كتر خير يعني. تمام. أنا شكرك كثير داليا، كنت ضيفة عزيزة علي في الزلزال.
المساحة الأخيرة لك. تجادين انتهينا. آه نحن انتهينا والله ما عندنا حاجة برنامج. يا سلام يا أحمد. يا أنا الليل ما نمتوا. فيبدو إنه الحرب دي بقتك حنين. لا لا أي والله يعني نحن شوفي أنا ده أقول لك حاجة. كل الحاصل في البلد حاليا لو لاحظتي بتلقي إنه الحزن العام بيضغى. صح. عارفة يعني. اي ممكن يكون في اسئله في حياه لكن انت بتحس انه بقت في اولويه في الوقت الحالي ده لاسئله بعينها في اولويه انك تقدم سؤال على سؤال بتكون بتتخطى بين انك انت طيب اوكي ده تخط السؤال ده الحيصير الجدل وحيصير لك الحاجه ولا تخط السؤال اللي هو ممكن يستفيدوا منه الناس في الوقت ده. ايوه صح. فالوزن صعبه لكن ده لا يمنع انه في اسئله صعبه برضو انت جاوبت عليها برضو اسئله صعبه جاوبت عليها اتكلمت بوضوح. انا شاكر لك كثير والمساحه الاخيره لك يعني مساحه حره يعني عايزه تقولي شنو. اول حاجه عايزه اشكرك انت يا احمد على اختيارك يعني انا قاعده اكون مبسوطه والله وانا معك يعني تسلم رب. تسلم. وحقيقي حقيقي قاعد يكون برنامجك بالنسبه لي فرصه انه انا واجمل شيء فيك انك انت ما بتقاطع وما يعني ما بتقيد الزول بيفت يعني بتخلينا نقول نوضح وجهه نظرنا وراينا كامله غير مستقطعه فده توثيق أنا بضيفه بكل فخر وبحيي كل السودانيين وين ما كانوا بقول لهم إن شاء الله ربنا يجبر خاطركم ويرفع البلاء وقد تكون دي بقت عبارات تقليدية إحنا بنتداولها يعني لكن عزانا الوحيد إنه إحنا حاسين بحسس بعض وكل واحد عارف ما وراء العبارات هو شنو بتمنى من كل قلبي إنه بين ليلة وضحاها ربنا ينصر القوات المسلحة السودانية ويعززهم من عنده بأجناد مجندة تساعدهم على الثبات والقوة وهم بيقاتلوا في ظروف صعبة جدا وتضحياتهم إحنا مقدرينها يعني الواحد فيهم ممكن أسع قرابة العام ممكن يكون ما غير الكاكل هو لابسه يعني ما شاف أولاده ما ما وما في عائد مادي يقولوا عليه وما في حياة مرفهة ما في أكل زي الناس خوف في كل لحظة وإن كانوا هم يعني أعتقد أنهم ما بيعرفوا كلمة خوف فربنا إن شاء الله يقويهم وينصرون ويعززون وإحنا واثقين تماماً إنه ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه خلينا نتجاوز هذا الامتحان وإن كان يا أحمد صراحة الواحد لما يتأمل بلقى إنه في نعم كثيرة كانت يعني زي ما قلت تخلصنا من أوزان الزائدة وقفنا مع نفسنا أعدنا حساباتنا وفقنا أوضاعنا قربنا من الناس اللي بيستحقوا وبعدنا عن الناس اللي ما بيستحقوا فكانت فرصة إنه الناس تعيد صياغة نفسها وصياغة تفاصيلها وحياتها ونسأل الله إنه ينعم علينا بالعودة للسودان ونستعيد كامل كرامتنا وكامل تفاصيلنا الحميمة النبيلة الجميلة وإن شاء الله المرة الجاية نرجع نعمل برنامجك الجديد في بإذن السودان بإذن الله. دي كانت مساحتك أنت الحرة. يلا أنا عندي مساحتي الحرة اللي هو دار لي آخر حاجة كتبتها داليا الياس كانت شو بتقول شو والله آخر بوست كتبته نص شعري أنا ما حافظه لكن قاعد تحفظ ما قاعد أحفظ قاعد أقرأ من التلفون أنت عارف أنا ما العمر كمان له أحكام يعني كان كاتب حاجة في التلفون كاتب نجيب التلفون جدا التلفون وينه شكرا ساز يا جنجويد يا جنجويد حنبني كل الانهدم ونرجع نعافر من جديد حنخلي بالنا على البلد ونغسل الدم في الوريد من كل جراحات السأم من كل نجاسات الصديد جوانا مؤمن من هزم دام الإله قادر مريد شعبا محوط بالهمم والحكمة والراية السديد وجيشا ملزم بالقيم متربي بي أنا لن أحيد جيتونا يوم من العدم لابسين قناع مسكين شريد وفتحنا ليكم باب كرم ومدينا ليكم ألف إيد كنتم جهنم في الحمم نمنح وتطلبوا في المزيد نمنح وتطلبوا في المزيد لميتوا أرباب السجم وصهرتوا روح شيطان مريد دورتوا كهسات الوهم وعبدت أصنام الحديد ما كنت قايلين يا رمم حتواجه روح إنسان عنيد سوداني مفتون بالعلم
تاريخه في الأيام مجيد، والليل أصبح بيننا دم، وطريق من الأشواك مديد، حالفين نجرحكم ندم، ويكتب حكايتكم عتيد، عارفين نهايتكم عدم، وما ربي ظلام للعبيد. يا جنجويد باكر حتذروكم رياح، ودعود ليزات الحضيض، وسوداننا ينعم بالأمان والفرحة والحكم الرشيد. يا جنجويد حنبني كل الانهدم، ونرجع نعافر من جديد بإذن الله. السلام عليكم. بإذن الله نرجع نعافر من جديد ونبني كل الانهدم بإذن الله تعالى، وببركة هذا الشهر الكريم دعواتنا لقوات شعبنا المسلحة الباسلة بإذن الله بالانتصار والعودة. زي ما قلت لك أنا دائما حريص على أنه العودة منتظرين مرفوع الرأس إن شاء الله. دي أهم حاجة. شكرا لك كثير أستاذ علي الياس، كنت ضيف عزيز علي. إن شاء الله رب العالمين نلتقي مرة أخرى، وأنا لا أمل حلقاتك وأنت عارف الحاجة دي، فربنا يحفظك إن شاء الله ويحفظك الأسرة الكريمة، و يعني يديكي لما نرضي. قول امين امين يا حبيبي. تسلم ان شاء الله. تسلم. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، كانت دي حلقتنا الليله من الزلزال، نلتقي في حلقه جديده، كونوا في امان الله. هذا البرنامج ياتيكم برعايه بازبار للسفر والسياحه.